آخ كتفي يا الله، يعني ما فيني أشرح لكم قد ايه كتفي عم يوجع. اكشلي مو كتفي، انما هلا اول شيء انه لابسه بليزر وحركات، اوكي ايه يعني عم تقلدي لوكي امبارح؟ يعني بليزر وحركة، يعني صلوا على النبي صلوا على النبي، اوكي. فاليوم حبيت البس هذا اللوك، هذا يمكن لا هذا اللوك سدره، هذا بنطلون سدره، بس حبيت اعمل ماي تويست، يو نو لايك اي اولويز لايك تو هاف ماي تويست سو ماتش، يو نو. فبصراحة أنا في عندي قانون بالحياة، كنت عم بحكي لكم عن كتفي بعرف، بس هلأ فورا غيرت الموضوع، عندي هاي العادة مريضة يعني نفسيا. المهم قبل ما أحكي لكم عن كتفي حقلكم شو صار. سيدرا كل يوم ما بتختار لبس كتير مرتب، أنا تاني يوم الصبح أوكي سو القانون انه لانه انا في كثير متاخر وبيكون عندي مواعيد، فما بلحق في ورتب انا ستايلي الخاص، فمع انه ستايلي كتير قوي، ها انا قوية بالستايلات جدا. ايه فبشوف سدرة شو كانت لابسة قبل بيوم، وهي يعني ما شاء الله ريحتها مسك وعنبر، يعني عادي بدر البس لبس سدرة ويعني كأنه جديد. فبقوم بلبس لبسة تاني يوم، فاليوم لبست لبسة بس حبيت اعمل ماي تويست، لانه يو نو لايك هاي هويتي، اتس ماي ايدنتيتي، يو نو. سو السبب من الاسباب عم بحكيكم انجليزي لانه رايحة امريكا. شو قلتي؟ قلتي عم بمزح، هلا احكي لكم على كتفي بعدين على امريكا. هلا هاي البلاش كثير حلوه، عم بمزح يا الله شو اني مخدومه اليوم، مو معقول. المهم كلكم بتعرفوا انا كنت بلعب بوكسينج، اوكي بس ما بصور، يعني اتس ا هوبي، اتس لايك ا هوبي اي هاف، يو نو. حاسه انه لازم اطفي الموبايل واختفي اليوم عن السوشيال ميديا، صح؟ عن جد يمكن ما اصور اليوم، حسي حالي كثير عم بتغلظ، او يمكن خف الدم ما بعرف، معقول تحسي خف الدم؟ حس انا خفيف الدم، خفيفة ظل هيك. المهم انا شو كنت عم بحكي؟ عن كتفي. فانا بلعب بوكسينج لانه بحب هاي الرياضة، واول شيء منيحة لجسمي وصحتي، لانه يعني بقوي، كيف بقوي جسمي، ما انه بس ببني عضل او شيء، لا جسمي الكور عندي بيقوى، بتصير قويه. شوفي بلشتري قوي، واو كثير قوي، فبحب هاي الرياضه كثير، وبنفس الوقت يعني شو بكون جاهزه للاعداء، مشان اذا بده يجي حدا يضربني اضربه بوكس وهو ما بيتوقع انه مني هيك يجيبه. للاسف شكلي تحمست بحصه من الحصص وضربته بوكس للمدرب، ويمكن انخلع كتفي، فصار لي موجوعه صراحه شي 3 اشهر. اول شيء ما كان بالكتف، كان اول شيء هون العضله هون اللي عند الصدر. سو انا اول شيء فكرت انه قلبي في مشكله، وما ضل مشفى ما رحت لعنده، ما ضل دكتور، فكرت انه انا عم يعني قلبي فيه مشاكل. بعدين طلع قلت انه يا بنت ميبي انه عضله صدرك هي اللي فيها مشكله. بعدين صار يزع على كتفي، بعدين على رقبتي، قلت لا تخنتوها، يعني مو معقول. فوقفت الجيم، صار لي شي 3 اسابيع وقفت الورك اوت، وقلت خليني اليوم روح وشوف شو المشكله. فرحنا عند هذا اللي بيضلوا يطقطق لكم جسمكم، طقطق 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 ليوم الطقطقه. هو على فكره ما انه دكتور، هو انا اكتشفت انه فكرته انه الكاريوبراكتر دكتور، بس هو طلع ما انه دكتور، يعني هن ما انه دكاتره، بس هن مثل دكاترة. ف اكتشفنا انه العضلة عندي هون what's inflamed in Arabic هي مانا انفكشن، مانا التهاب، هي inflamed، يمكن يعني مثل متورمة، يعني مثل ورمان العضلة. هي في حدا بعت لي هيك شو هي يعني، ف للأسف هاي it's inflamed you know or you don't know، يمكن عن جد لازم أوقف. فطقطق لي جسمي وقال لي إنه هاي ال inflammation اللي صاير هون زادت على هون
وزادت على رقبتي. لازم تاخذي الشريحة عنده. اي والله. بالحكايات عم ترقص كده. المهم انتبهوا على صحتكم يا جماعة، ويعني لا تطقطقوا لحالكم بالبيت. انا عندي عادة عطول بطقطق، هذا ما رح فرجيكم، بس عطول بطقطق رقبتي لحالي، بطقطق هدول، بطقطق اصابعي، بطقطق يعني هاي بالعيلة عنا كلها كتير بنعرف نطقطق، حتى بطقطق لرفقاتي واهلي كلهم. فهذا الشيء جدا سيء، وحتى هو قال لي انه بليز بليز لا، لانه انت عم تأذي حالك، يعني لا تطقطقوا. لانه اول شيء بس اذا طقيتوا بحالكم ان شاء الله بمزح بتريحوا حالكم دقائق، بس بعدين بيرجع بيتعبى الهواء او الوات ايفر اللي عم بيطق. فالمهم هلا رح فرجيكم فيديوهات، رحنا انا ورامي، هو اللي صراحة قال لي روحي. انا ما كنت متحمسة، انا عملتها من قبل بس ما كنت متحمسة، لانه هن بيعملوا طقطق، فهو قال لازم تروحي حتى نتأكد، ورحنا. فهلا رح فرجيكم فيديوهات. طقطق كله. واو. سجل لو باك. Yeah. More on that left or more on that right? Here in the middle. Like right here. On both sides? Yeah. Any issues walking? Sitting? No. Bending forward, touching your toes? No. That could just be all the pressure coming in from here, making it tighter. And I think we should still get an adjustment from that pelvis. Alright, so am I suggesting let's go face down? Okay. And you can put your hands just here. Oh my god! Now we're gonna sit up and we're gonna face that way. Wow. So now we want to move those shoulders back a bit and get rid of those headaches and those migraines. So place both your hands behind your neck. Relax everything. Oh my god. Oh, did you hear that? Come the other way. Wow. You wanna do it? How about you? No, you do it. Cracked? We're gonna adjust the left side first. We're gonna hold like that. Oh, did you hear that? Okay. Okay. Wow. Did you hear that? Whew. Mommy. Try and relax that shoulder. Yeah, this is the side that you keep cracking, right? I always do this. Correct, so you're always gapping, cracking it. See the and side I thought that I was cracking this. You're always cracking the opposite. Huh. Now, we're gonna adjust in between the two shoulder blades. Okay. So it's like a compression.